وما في أطفال عم تعذب اليوم. ألو، أهلين، معكم الشرطية سامية، بشو بقدر أخدمكم؟ شو؟ في بنت عم بتعذب؟ لا لا لا، شو؟ والله إنها شيطان كبير. لا، شو كمان عملت؟ تمام، شو اسمها؟ وين ساكنين؟ ماشي، يلا يلا يلا، نحن 10 دقايق بالكتير ومنكون عندكن. تمام، مع السلامة يا أختي، مع السلامة، ما تحكلوا للعم. والله إنها البنت شيطان كتير كبيرة. يلا خلونا نروح لها. يا حلوين، لايكو انا طلعت على السطح، بدي ينقطعوا كل العالم من المي عشان سكرهم الحنفيات. خلوني جنوا، بدي شوف اذا بدن شو بدن يعملوا. بدي شوف، تعال شوف. يلا يشوفوا شو بدنا نعمل. وين هذا المصاب بالهسه؟ قطعت المي عن البنايه ليه؟ وين هذا المصاب؟ وين قطعت المي عن البنايه؟ جاي احبسها اليوم، ما رح ردها على بيت اهلها. سادي سادي، قطعت المي عن البناية. ولا شيء. مين سكر كل حنفيات المي؟ مش أني. عم بتكذبي كمان؟ امشي على غرفة الحب، اسمعي بنت مشاغبة. امشي. قول للاولاد المشاغبين، كل ولد مشاغب مصيره ينحط بهيدا الحبس. تعي 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 تعي، فوتي على الحبس، فوتي. اشغب بنت بالمنطقه كلياتها هي ساندي، واليوم تم القبض عليها، قطعت المي عن الجيران كلياتهم، تركتهم بلا مي، بدهم يطبخوا، بدهم يتحمموا، بدهم ياكلوا. خليك. ساندي، باي ساندي. واخيرا تمت المهمه والعمليه بنجاح. هيدي ساندي المشاغبه حبت توجه لكم كلمه. ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتدعموا اللايك. منحبكم.